بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الـ operators كمان شوية، والـ expressions والـ statements، وازاي تعمل الـ operators على arrays. احنا آخر مرة كنا بنتكلم على plus وال minus وال times. في operator اسمه colon. colon يعني نقطتين في بعض كده اهو، اكتبها هنا في MATLAB، نقطتين في بعض. فالنقطتين في بعض او colon دي بتديني list. فلو قلت مثلا 1 إلى 5 هيكتب، هيعمل لي list او vector أو array فيه 5 أرقام من 1 إلى 5. فدي الهدف بتاعته. ممكن أنا أعمل 1 مثلا زائد 1 إلى 5. تفتكر ده هيعمل إيه؟ البلس بيجي قبل الكولون، الكولون بيجي في آخر. فده معناه إن الحاجة اللي على شمال الكولون هتتعمل، هيبقى 1 زائد 1 بيساوي 2، يبقى دي هتديني لستة من 2 لـ5. نشوف كده، فعلا 2 3 4 5. فهو الكولوم بتعمل في الاخر خالص. لو انا عايز ازود 1 الى الليست من 1 لـ5، ممكن احط قوس، اقول 1 زائد، وبعدين اخلي هنا 1 الى 5، ده بقى اري الـ1 لـ5، هزود عليه 1. فعلا يبقى اذا 1 الى 5 كل واحده فيهم زودت عليه 1 بقى 2 الى 6. فده الكولون، وده بيحاول مفيد لما بتيجي تعمل سلسله طويله. في بعد كده حاجة اسمها ترانسبوز، انك بتلف الفيكتور ده 90 درجة. ترانسبوز، فترانسبوز في ماتلاب انك بتعمل داش. فمثلا انا لو كان عندي 1 الى 5 وحطيتها كده ما بين قوسين مربعين، معناه ان انا عملت ده فيكتور، وبعدين ده كده عادي 1 الى 5 بقى صف. لو انا كتبت 1 لـ5 وبعدين عملت ترانسبوز هيتحول الى عمود قلم، فكانه لف 90 درجه. فده اللي بتعمله الترانسبوز. لو انا عملت 1 الى 5 ترانسبوز كده، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ الخمسه بس هي اللي هتتعمل لها ترانسبوز، فزي ما هي 5 ده رقم لوحده هيلف 90 درجه، هيفضل رقم لوحده، هتبقى برضو 1 الى 5 وخلاص. لو عايز اخلي 1 الى 5 كلها تلف، لازم احطها في اقواس زي ما كنت عامل من خطوتين كده. طيب ممكن اعمل برضو في ماتلاب اوبريشنز على فيكتورز او على arrays. احنا كل الاوبريتورز اللي خدناها بلس والماينس والتايمز وكده كانت على سكيلر. خلينا دلوقتي نعمل فيكتور نسميه ايه، نحط فيه 2 4 5. عايز اشوفه ده، مش هحط سيمي كولون، 2 4 5. اعمل فيكتور جديد اسمه بي، احط فيه 6 2 2 6 2 2، بس دلوقتي هحط سيمي كولون عشان ما يبانش. طيب الـ A والـ B دول عايز ابدا اخلي كل element في A يتضرب في element اللي قصادها في B. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هنا هاجي هنا عندي A، ده عبارة عن 3 elements، ده اسمه ايه؟ وبعدين الـ B برضو 3 elements، هنا في 2 4 5، وبعدين تحت هنا في 6 2 2. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل element جديد يبقى عبارة عن في 2 في 6 في اول واحد فيه. يعني هعمل قصدي فيكتور جديد في برضو 3 element، واول واحد فيها في 2 في 6 اللي هو 12. تاني واحد 4 في 2 8، وبعدين 5 في 2 10. فأنا عايز أضرب A في B، بس هضرب A في B كل الـ elements، كل element تضرب في زميلتها بس. ففي الحالة دي بنعمل الـ times، بس بنعمل times مخصوصة اسمها array times، إنها بتحط قبلها دوت. فـ A دوت asterisk B اديتني 12 8 10 زي ما أنا كنت عايز. لو انا كنت عملت A تايمز B بس، ما كانتش هتديني كده. يعني دي هتاخد A مرة واحدة كفيكتور وتضربه في B مرة واحدة كفيكتور، ضرب فيكتورز في بعض او ماتريسيز في بعض، وده مش اللي انا عايزه. انا عايز كل element تضرب في element زميلتها، فعشان كده بستخدم الدوت استرك. الكلام ده برضه بالديفايد بيمشي، A divided B، يبقى كل element في A بيعملها على B. وممكن ال divided التاني اللي هو بالباك سلاش اكني بعمل بي على ايه. ف
الدوت دي عندي كذا نوع بقى، عندي دوت استريكس ودوت على ودوت باك سلاش ودوت تو ذا باور. بص كل ده عندي، بس اللي مش عندي الدوت بلس. ليه؟ لان الدوت بلس طبعا مش عايز اسمها كده، بس انا عملت ايه دوت بلس بي هي ايه زائد بي، فبالتالي مفيش حاجه اسمها دوت بلس ومفيش حاجه اسمها دوت ماينس، لان لما البلس اوتوماتيك بتتعامل كل ايلمنت مع بعضها. يعني لما تيجي تضيف ايه لبي، لما تيجي تضيف ايه ده ايه لبي، عامل بينهم بلس، اكني بضيف اول واحد والتاني واحد والتالت واحد. فالاري اوبريتور اللي هو انك بتضيف الفيكتور او بتضيف كل ايلمنت فيكتور هما اتنين نفس الكلام، فبالتالي مفيش حاجه اسمها دوت بلس. طيب بيستخدم ده لما بيجي بعمل سكيلر برودكت او دوت برودكت، حاجه في اللينير الجبرا اسمها دوت برودكت. فالدوت برودكت هي لما تيجي تعمل دوت برودكت لاكس، تيجي تقول ايه اكس ده فيكتور دوت واي ده فيكتور، ساعات بنحط الخط تحت الفيكتور كده عشان يبان ان هو فيكتور. ده التعريف بتاعه، انها بتساوي التجميع بتاع كل element في x مضروبة في ال element اللي قصادها في y، x i في y i، فبتجمعهم كلهم. فأنا لو عايز أعمل a dot b فأكني بجمع كل element في a مضروبة في كل element في b، فالتجميع sum a كل element فيها يبقى dot asterisk مضروبة في b، فدي عبارة عن a dot b، أكنها ال dot product ل a و b طلعت بدلتي. فبتبقى مفيده انك تستخدم الدوت استريكس بدل ما تقعد تعمل حسابات element element. دي اكني بالظبط عملت ايه؟ خلينا نعملها يدوي. قلت a1 في b1 زائد a2 في b2 زائد a3 في b3. فلما اجي اعمل المجموع ده كله المفروض يديني 30 برضه. كل واحدة ادي ال A اهي و ادي ال B اهي، بتاخد ال A وال B، دي بتضربها في دي زائد دي في دي زائد دي في دي، بيديك 30. ده اسمه دوت برودكت، ودي بدل ما تكتبها بالشكل ده بيبقى اسهل انك تكتب سم A دوت استريكس B، حتى لو هما مثلا 1000 واحدة برضو هي تتكتب بنفس الطريقة، بتتعمل سريع جدا. طيب خلينا نعمل شوية اكسرسايزز. عايز دلوقتي اعمل ايه؟ عايز اد عايز ازود واحد للفيكتور ده اللي هو فيه 2 3 ماينس 1. ده سهل، اول واحد زائد وادي الفيكتور 2 3 ماينس 1 اديني 3 4 زائد. ماشي دي مش مشكله. عايز اعمل اري برودكت لاثنين فيكتورز 1 2 3 مع الفيكتور اللي فوق ده، فممكن اجي اعمل ايه؟ ممكن اعمل ادي 2 3 ماينس 1، ده هعمل برودكت بس اري كل واحده مع عزمتها 1 2 3، فاتعملت على طول. ده الاكسبريشن ده حطيته، كان ممكن اعمل فاريبل اسميه الفيكتور ده وفاريبل تاني اسميه الفيكتور ده، لكن انا حطيتهم في سطر واحد. طب عايز اعمل سكوير للالمنت للفيكتور اللي هو 1 2 3 ده، اعمل له سكوير 1 2 3، اعمل كل element فيه سكوير، فاذا يبقى دوت وبعدين البورنيتو دي سكوير، فبقت 1 4 9 كل element عمل له سكوير. طيب اللي عايز اتكلم عليه دلوقتي بسرعه ال expression وال statements وال variables. لما تيجي تعمل statement بتيجي تقول variable معين بتساوي expression، دي اسمها statement. في انواع مختلفه من ال الكوماندز اللي بتحطها في الكوماند ويندو، يعني ممكن تقول اكس بيساوي 29، ده عباره عن ستيتمنت، والستيتمنت دي نوع معين من الستيتمنت اسمها اساينمنت، اللي انت تاساين الفاريبل اللي اسمه اكس برقم فاليو 29، ده اساينمنت كويس. وممكن تعمل كوماند، ممكن تعمل كلير. كلير دي بتعمل ايه لو تفتكروا؟ دي بتمسح الورك سبيس ده كله، كل ورك سبيس ده هيتمسح.
فلوس كتير كده خلاص كانك بدأت من الأول. ده اسمه كوماند. فكلير أو سي ال سي ده كوماند. فسي ال سي بتعمل إيه؟ بتمسح الكوماند ويندو، بتفضيها كده كأني بدأت من الأول خالص. وبعدين في اكسبريشن، في حاجة ساعات بنستخدمها اللي هي الإليبسس. إن أنا لما باجي أكتب اكسبريشن أو طويل شوية أو ستمنت طويلة، اتنين في اتنين في تلاتة زائد تمانية، ويعني بكمل ممكن أحط تلات نقط ورا بعض، دي معناها إنك بتكمل في السطر اللي بعدها. اتناشر أس اتنين بلس اتناشر أس اتنين، وبعدين لما تدوس إنتر هتعمل كل العملية الحسابية مرة واحدة. فدي بتبقى مناسبة لما عندك فورمولا طويلة وبتحطها في الام فايل البروجرام بتاعك، ومش عايز تقعد تعمل سكرولينج كده يمين وشمال زي ما بنعمل هنا كده. مش عايز اعمل سكرولينج، عايز كل حاجة تبقى كلها تحت بعض، دي في الستايل بتبقى احلى. فبالشكل ده بستخدم الليبتس. ممكن استخدم في نفس السطر احط كذا اكسبريشن، احط ايه بتساوي 4 او كذا ستيتمنت، يعني سيمي كولون بي بتساوي 2 كوما سي بتساوي 3. كويس. السيمي كولون دي ما بتخليش الاوتبوت يبان، الكوما بتخلي الاوتبوت يبان. انا لما عملت السطر ده ودوست انتر، الحاجه الوحيده اللي هتبان الستيتمنت اللي في النص اللي هي بي بتساوي 2، الباقي كله دخل فعلا، دخل عنده A والC، بس اللي بانت البي بتساوي 2. بس انت برضو لما تيجي تعمل بروجرامنج، الستايل الظريف انك تخلي كل ستيتمنت في سطر، ان انت ما عندكش مشكله ان يبقى البرنامج طويل، بس تبقى اوضح في القرايه بدل حاجه تتنسي او ما تتشافش لو داخله في النص مش من اول السطر. شكرا.